السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم. اليوم غنتعرفوا على العداد الصيني الصوروبان على بركة الله. العداد الصيني الصوروبان كتكون مجموعة من الأعمدة، العمود الأول عليه من كلمة الوحدات، العمود الثاني العشرات، العمود الثالث المئات، العمود الرابع الآلاف، العمود الخامس عشرات آلاف، العمود السادس المئة آلاف، والعمود السابع الملايين. وممكن نلقاو صوروبان فيه أكثر من 7 أعمدة على حسب الاحتياج ديالنا. وبالنسبة للعمود مثلا، يعني لكل عمود في السربان كتكون 5 ديال الخرزات، 4 د الخرزات أسفل هاد العمود اللي كتشوفوه الوسط هنا، وواحد الخرزة الفوق. علاش؟ لأن الخرزة التحتانية كل وحدة فيهم كتمثل واحد فقط، والخرزات الفوق كيمثلوا 5. مثلا هاد الخرزة هنا كتمثل هي واحد، حيت قلنا هذا ديال الوحدات، إذا 1 2 3 4، وقلنا هذه كتمثل 5، إذا 5 6 7 8 9، إذا لدينا 9 خرزات في العمود الأول. العمود الثاني قلنا ديال العشرات، يعني هنا 1 وهنا 0، يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90، 91 92 93 94 95 96 97 98 99. لأن 9 في الوحدات و9 في العشرات يعني 99. باش نحصلوا على 100 خصنا نحيدوا هاد الخرزات كلهم ونطلعوا وحدة في العمود ديال المئات، يعني 1 هنا 0 هنا 0، إذا 100. هنا 1 0 0 0 يعني 1000، هنا 5 0 0 0 يعني 5000، هنا 1 4 د الأصفار على اليمين يعني 10000، 5 4 د الأصفار يعني 5000، هنا 10000، هنا مليون، 2 د المليون، 3 ديال المليون، 4 ديال الملايين ولا آخره. غادي نديرو واحد المجموعة ديال الأعداد ببساطة وبعجالة باش نتعرفوا عليهم. مثلا نزلوا وحدة من هنا ونطلعوا 2 من هنا مثلا. يعني إذا كتلاحظوا عندنا، قلنا هذه كتمثل 5 هنا في العشرات، يعني 5 و0 يعني 50، هنا 2 في المئات يعني 200، يعني عندنا 250. نشوفوا مثلا طلعوا 3 د الخرزات من هنا، 2 خرزات من هنا، وحدة من هنا. عندنا 3 ديال الخرزات في الوحدات، 2 في العشرات، وخمسة في المئات، يعني 5% هي 500، 2 في العشرات يعني 120، وثلاثة يعني 523. نشوفوا مثلا نديرو هكا، نحاولوا نخلطوا واحد شوية. عندنا مثلا 3 في الآلاف يعني 3000، 5% يعني 500، 1 في العشرات يعني 10، 2 6 عفوا يعني 5 زائد 1 يعني 6، إذا 3516. نشوفوا مثلا شي وحدة صعيبة شوية. مثلا عندنا هكا، يعني عندنا 4، يعني 4 في الوحدات يعني 4، 3 في العشرات يعني 30، عندنا 5 6 7 يعني في المئات يعني 700، عندنا عاوتاني نفسها 7 في الآلاف يعني 7000، عندنا 5 في 10000، يعني عندنا هنا 57734. نعودها ببساطة باش تفهموها. عندنا 4 في الوحدات يعني 4، 3 في العشرات يعني 300 عفوا يعني 30، عندنا 5 6 7 في المئات يعني 700، نفس 7 في الآلاف يعني 7000، هنا 5، إذا لدينا 57734. إذا نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة وفهمت لكم الطريقة كيفاش أننا نحسبه ونقرأ ونكتبه الأعداد على العداد الصيني. وإن شاء الله في الدروس الماجية إن شاء الله نحاول نتعرفوا على عملية الجمع والطرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.